مشاهدي الكرام، في 19 نوفمبر عام 2015 تم توقيع اتفاقية ما بين مصر وروسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لتكون أحد المصادر المهمة للطاقة النظيفة، فيقل الاعتماد على الغاز من ناحية وعلى المنتجات البترولية من ناحية أخرى. النهاردة وإحنا الحمد لله بنستعد للافتتاح بعد أقل من 4 سنوات إن شاء الله، يا ترى إيه اللي اتغير على أرض الواقع؟ وهل الضبعة هي مفاعل نووي فقط ولا مدينة متكاملة؟ يلا بينا نشوف. القدرة الحقيقية لأي أمة هي العلم والمعرفة والوعي. أمل كبير أوي عايزين نحققه لينا ولشبابنا ولأحفادنا إن شاء الله. نفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا، ويجي اليوم علينا كلنا المصريين نحتفل بافتتاح هذا المشروع. وأنا متفائل جدا بالمصريين وباللي بيتم عظيمه لسه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي ارحب بدكتور امجد الوكيل، رئيس هيئه المحطات النوويه لتوليد الكهرباء. اهلا بحضرتك يا دكتور. اولا الف مبروك. طبعا احنا شايفين ان في استعدادات على قدم وساق، لان خلاص ان شاء الله افتتاح محطه الضبعه في 2028. قول لنا ايه اللي بيحصل على ارض الواقع في الفتره الحاليه. في البدايه اسمح لي ان انا ارحب بحضرتك وبالساده المشاهدين، وطبعا يعني حضرتك متواجده كاول قناه بتصور في مدينه نواه، مدينه العاملين بمشروع المحطه النوويه بالضبع. الحقيقه المشروع دلوقتي بيمر بمرحله الانشاءات الكبرى، ودي المرحله اللي ابتديناها لكل الوحدات في 23 يناير من هذا العام. يمكن احنا عندنا المشروع النووي ده بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى بتبقى مرحله ما قبل الانشاء او مرحله تحضيريه، دي المرحله اللي بيتم فيها رفع بصمه كامله للموقع، بيتم فيها تبادل المعلومات الخاصة بعمل التصميم المبدئي، بيتم فيها عمل التصميم المبدئي، تقرير الأمان الأولي، بتنتهي هذه المرحلة بالحصول على إذن الإنشاء. مع إذن الإنشاء بيبتدي مرحلة جديدة بسمها مرحلة الإنشاءات الكبرى. المرحلة دي بتستمر 5 أعوام ونصف. دي المرحلة اللي ابتدت الوحدة الأولى في 20 يوليو 22، وابتدت الوحدة الثانية في 19 نوفمبر من عام 22، الوحدة الثالثة في 3 مايو 23، والوحدة الأخيرة في 23 يناير 24. ودي يمكن الحدث الهام جدا اللي شرفنا بحضوره فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين من خلال خاصية الفيديو كونفرنس. واللي كان حدث هام جدا جدا طبعاً، لانه فيه دخلت جميع الوحدات مرحله الانشاءات الكبرى. ان هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحه مضيئه اخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحاديه، ويعد صرحا جديدا يضاف الى مسيره الانجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ، كما يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المحطة النووية بالضبع الذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المخرط، متخطيا حدود الزمان، متجاوزا كل المصاعب، ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة، إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وأحد ركائز التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030. الفترة ما بين 29 يوليو 2022 و 23 يناير 2024 فترة صغيرة جدا، ان احنا الصبة الخرسانية الاولى للمفاعل الاول وحتى المفاعل الرابع، احنا بنعمل ايه عشان نحافظ على الفترة الزمنية الصغيرة دي؟ الحقيقة احنا ممكن احنا بنعمل على قدم وساق.
وبنعمل بروح الفريق. يعني احنا كمصريين وكروز بنتعاون معا، بنعمل بروح الفريق، بنسابق الزمن، بنضع دايما ان ده حلم المصريين، وبالتالي بنسابق الزمن والجدول الزمني. يعني حقيقة كنا حريصين جدا على ان الوحدات كلها تدخل يعني مرحلة الانشاءات الكبرى قبل حتى الموعد المخطط ليها. يعني احنا سبقنا في الوحدة الاولى بما يقرب من شهرين، في الوحدة الثانية ما يقرب من شهرين، في الوحدة الثالثة نفس الكلام. احنا دايما كنا حريصين ان احنا نسبق الجدول الزمني، وده ما بيتمش الا من خلال التعاون الوثيق وخلال العمل بروح الفريق ما بين الجانب المصري وما بين الجانب الروسي. كل مرحلة من المراحل اللي احنا دخلناها، سواء مرحلة ما قبل الانشاء، مرحلة تحضيرية، او الان واحنا في مرحلة المشروعات او الانشاءات الكبرى، الحقيقة كل المراحل دي بتطلب التعاون الوثيق والتفاهم واللقاءات والمتابعة الدورية ما بين الجانب الروسي وما بين الجانب المصري من اجل اللحاق بالجدول الزمني. واحنا مش بس حريصين على اللحاق بالجدول الزمني، لا، وبنعمل على ان نسبق الجدول الزمني. اشمعنى حضور الرئيس، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصبه الخرسانيه الاولى للمفاعل الرابع، هل احتفالا بقى بان هو خلاص خلصنا وبدانا مرحله جديده؟ يمكن ده كان اختيار الموعد المناسب لحضور الرئيسين، ده كان امر محل دراسه ما فيش شك، واخترنا ان يكون هذا مع الصبه الخرسانيه الاولى للوحده الرابعه، لان ده ايزان بدخول جميع الوحدات مرحله الانشاءات الكبرى. يمكن الوحده الاولى لو كنا احتفلنا كان يبقى لسه في مجموعه من الوحدات لم تدخل مرحله الانشاءات الكبرى، لكن مع دخول الوحده الرابعه، الوحده الاخيره بالنسبه لنا، مرحله الانشاءات الكبرى، ده كان ايزان بوضع حجر الاساس، كان بايزان بدخول جميع الوحدات مرحله الانشاء الكبرى، وبالتالي ده يعتبر يوم تاريخي وخالد في ذاكره الامه المصريه. ايه الكواليس اليوم ده؟ لان الحقيقه كان حدث فريد من نوعه وله صدى حتى الان. هو الحقيقه كان حدث فعلا فريد من نوعه، ويمكن احنا استشعرنا فيه كعاملين في هيئه المحطات، ويمكن الشعب المصري كله استشعرنا هنا في هيئه المحطات الاحساس بالفخر، بالعزه، بالاعتزاز. ويمكن وانا بستاذن من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن فخامه الرئيس فلاديمير بوتين، قلت ان انا بستاذن، ويعني تساورني مشاعر وتخرجني مشاعر الفخر والعزه والاعتزاز. الفخر بما حققناه على الارض من انجاز، ان دي الصبه الخرسانيه الاولى للوحده الرابعه، سبقها ثلاث صبات قبل كده لثلاث وحدات. والشعور ايضا بالعزه بتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، ثم الشعور بالاعتزاز بان يتم هذا ليس بايدي روسيه وانما بتعاون مصري روسي من خلال اشراف مصري وبايادي مصريه بتعمل ليل نهار من اجل تحقيق هذا الحلم. فالحقيقه كانت مشاعر سعيده جدا جدا، والحقيقه ده ادى انطلاقه كبيره للمشروع وادى فخر واعتزاز لكل العاملين. انه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي ان اتشارك معكم هذه اللحظه التاريخيه التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية، مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق لمصر. مؤخرا احتفلنا بان ميناء الضبعة اصبح ميناء عالمي، او تم تسجيله ضمن الميناء المواني العالمية من خلال IMO. ايه اللي حصل؟ ويعني علشان ده يعني طبعا ده يتم، وده هيخلي هذا الميناء يعني مستقبليا استثماراته توصل لايه؟ الحقيقه هذا الميناء هو رصيف بحري خاص، منشا خصيصا لاستقبال المعدات طويله الاجل الخاصه بالمشروع النووي. احنا عشان نستقبل المعدات كان عندنا اكتر من بديل، اما ان المعدات يتم استقبالها من خلال الطرق البريه، وده كان امر هيبقى بالغ الصعوبه وخاصه مع كبر حجم ووزن هذه المعدات، فكان البديل الامثل هو انشاء رصيف بحري لاستقبال المعدات اثناء مرحله الانشاء واثناء اعمال الصيانه واستقبال الوقود النووي مستقبلا. الحقيقه ده كان تحدي كبير، ان احنا كنا ننتهي من انشاء الرصيف في توقيت محدد وزمني لاستقبال المعدات، ويمكن احنا انتهينا من الرصيف فعلا في توقيته المحدد، وتم استقبال اول معده، وده كان في 20 مارس من عام 22، تم استقبال اول معده طويله الاجل،
وده كان طبعا امر بالغ الاهميه بالنسبه لنا، وكان احتفاليه كبيره جدا كان استقبال هذه المعد. تم بعدها خلالها استقبال مصيده قلب المفاعل للوحده الثانيه، ويمكن ان شاء الله السنه دي هنستقبل مصيده قلب المفاعل للوحده الثالثه، ثم مصيده قلب المفاعل للوحده الرابعه. ويمكن انا ببشر كل الشعب المصري ان احنا بنعمل على قدم وساق من اجل ان نحتفل في عيد النصر بتركيب مصيده قلب المفاعل للوحده الثالثه، وان نحتفل مع عيد الطاقه النوويه في 19 نوفمبر بان احنا بنركب مصيده قلب المفاعل للوحده الرابعه. فالحقيقه كان ده اضافه كبيره جدا وجود الرصيف البحري، وتم تنفيذه على اعلى مستوى وطبقا للبرنامج الزمني المخطط، وتم استخدامه بالفعل لاستقبال المعدات. مستقبلا سيستمر استخدام الرصيف في اعمال الصيانه، في استقبال الوقود النووي الخاص بالمشروع النووي، فهو دائما وابدا له استخدامات طالما هناك مشروع نووي وطالما هناك محطه. واحنا كلنا بندرك ان المحطه النوويه عمرها الافتراضي 60 سنه، يمكن مده الى 80، يمكن مده الى 100 عام، فبالتالي الرصيف ذا جزء لا يتجزا من عمل المحطه بشكل يعني سبيل. بيتم تطويره تباعا. طبعا دكتور امجد اسمحي لنا نطلع بفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. فاصل ونعود. اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي مره اخرى ارحب بدكتور امجد الوكيل رئيس هيئه المحطات النوويه لتوريد الكهرباء. اهلا بحضرتك مره ثانيه. احنا المحطه خاصه بتوريد الكهرباء، ولكن كمان لها اغراض اخرى واهداف اخرى، منها تحليه مياه البحر. ده بيتم ازاي يا فندم؟ والله احنا لما جينا ندرس المشروع النووي كان عندنا فيه اثنين اوبشن لي او اثنين اختيار او اثنين امكانيه ان انا احلي بيهم مياه البحر. اما ان يتم ده من خلال الكهرباء المولده، او ان يتم بطريقه التقطير او طريقه التبخير او الاستخدام الحراري. يمكن احنا درسنا الاثنين اوبشنز دول ووجدنا ان الافضل هو توليد الكهرباء من المحطه النوويه، ثم يمكن نقل الكهرباء الى اي مكان لانشاء محطه تعمل بالتناضح العكسي او الار او، بحيث انها يتم استخدامها في تحليه المياه. هو ده الاوبشن او الاختيار الامثل لي من وجهه النظر الاقتصاديه، وده يمكن الاختيار اللي احنا فعلا استخدمناه في محطه ضبع. يعني محطه ضبع النوويه بتنتج كهرباء، يمكن نقل الكهرباء الى اي مكان، تعاني اي اماكن تعاني من شح مياه، يمكن نقل الكهرباء بسهوله لان نقل الكهرباء دايما اسهل من نقل المياه، وبالتالي يمكن استخدام الكهرباء في عمليه يعني معالجة مياه البحر والحصول على مياه صالحة للشرب يمكن استخدامها بسهولة. يمكن الناس بتسأل هو إيه الاستفادة الجانب الروسي من أن يكون شريك استراتيجي في محطة الضبع النووية؟ المحطة النووية دي بتخلق شراكة استراتيجية بتستمر لستين قرن من الزمان. يعني احنا بنتكلم على ان احنا تم توقيع اتفاقية حكومية إطارية ما بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية في عام 2015، وتم دخول المشروع حيز النفاذ بالفعل في ديسمبر 2017، وتدخل أول وحدة للعمل في سبتمبر من عام 2028. من 2028 مع دخول أول وحدة في عمر افتراضي للمشروع وللمحطة 60 سنة، يمكن مده ل 80 سنة، يمكن مده إلى 100 عام. ده بيخلق جو من الشراكة والتعاون لمدة قرن من الزمان، وده بيقوي العلاقات ما بين الدول. والحقيقة ده كل دولة زي روسيا الاتحادية بتبقى حريصة دايما على علاقات وطيدة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية. يعني المشروع النووي مستفيدين المصري والروسي. ما فيش شك إن هذا المشروع بيخلق جو من الشراكة تستمر لقرن من الزمان. حضرتك قلت إن في عمر افتراضي للمفاعل. احنا عندنا العمر الافتراضي للمحطة عندنا وللمفاعل 60 سنة، لكن يمكن
مدوا الى 80 سنه، يمكن مدوا الى 100 يعني عام. ده من خلال ان احنا بنبتدي نعمل المعالجات اللازمه لمد عمر المفاعل، استبدال بعض المكونات، الكشف على المكونات والتاكد من صلاحيتها للعمل، استبدال بعض انظمه الامان، وبالتالي يمكن استخدام المفاعل 20 سنه اخرى، ثم ايضا يتم اعاده القرار مره اخرى بالتعاون مع طبعا الخبرات المتوفره في العالم ومع هيئه الرقابه النوويه والاشعاعيه، يمكن اعطاء الاذن بمد العمل مره اخرى حتى 100 عام ان شاء الله. احنا عندنا طبعا فتره زمنيه معينه علشان يتم من خلالها بناء هذا المفاعل، لكن احنا كمان عندنا خطه مستقبليه ان احنا نتوسع، مش الضبعه بس، يبقى عندنا اماكن اخرى. اكيد احنا دايما في مصر ما بنتكلمش على مشروع المحطه النوويه بالضبع، انما بنتكلم على برنامج نووي طموح يبدا بمحطه النووي بالضبع ولا ينتهي بها. وبالتالي احنا دايما بندرس امكانيه اضافه وحدات اخرى داخل موقع الضبع. يمكن احنا عندنا بنتكلم على ان موقع الضبع بيتسع لاربع وحدات اخرى كبيره في الجهه الشرقيه، ايضا بندرس اضافه وحدتين في الجهه الغربيه، يمكن اضافه وحدات نوويه صغيره من 2-4 وحده، فبالتالي الموقع يتسع لعدد من الوحدات الكبيره لا يقل عن 8 وعدد من الوحدات الصغيره لا يقل عن 2. بالإضافة إحنا بندرس المواقع الأخرى المتاحة، بيتم عمل دراسات ليها مستفيضة للتأكد من صلاحيتها لإنشاء محطات نووية. فالحقيقة إحنا دائما في جمهورية مصر العربية، لأن مصر دولة رائدة وعظيمة هذا في هذا المجال، وبدأت برنامجها منذ منتصف الخمسينات في القرن الماضي، فدائما إحنا بنتحدث عن برنامج نووي طموح وليس عن مشروع المحطة النووية بالطبع. بس خلينا نعترف إحنا تأخرنا كتير، تقريبا 60 سنة، وحضرتك دايما بتكون حريص إن تفكرنا إن إحنا من سنة 55 إحنا بدأنا تقريبا بلجنة الطاقة الذرية. بالظبط كده. احكيلنا كده يا فندم التاريخ ده، واحنا ليه نجحنا النهارده وقبل كده يعني تعثرنا؟ الحقيقه احنا يمكن تاريخنا في الطاقه الذريه تاريخ عريق. احنا بدانا فعلا بلجنه الطاقه الذريه سنه 55، اللي تحولت بعد كده لمؤسسه الطاقه الذريه، واللي تحولت لاحقا الى هيئه الطاقه الذريه، ودي الهيئه الام اللي انبثقت منها جميع الهيئات الاخرى، هيئه المحطات النوويه سنه 76، هيئه المواد النوويه سنه 77، هيئه الرقابه النوويه الاشعاعيه سنه 2012. فالحقيقه احنا برنامجنا بدا فعليا من سنه 55، وكان في عدة محاولات لإدخال الطاقة النووية. يمكن أول محاولة كانت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر سنة 64، ولكن الحقيقة بقت بالفشل نتيجة طبعا لنكسة 67 ولتعثر عملية التمويل. ثم كانت المحاولة بعد نصف أكتوبر في عهد الرئيس أنور سادات، بعد نصف أكتوبر بعام سنة 74 كانت المحاولة الثانية من خلال مناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية، لكن تم وضع بعض الشروط اللي رفضتها مصر في ذلك التوقيت، وبالتالي تعثر المشروع مرة أخرى. ثم المحاولة الثالثة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك سنة 83، والحقيقة أيضا كان هيتم إنشاء المشروع في منطقة الضبع، ولكن جاءت حادثة تشيرنوبل لتوقف المشروع، لأنها كانت حادثة كبيرة في ذلك التوقيت لتوقف المشروع، واستمر يعني 85 سنة 86 حتم المشروع، تم توقف المشروع لغاية سنة يمكن 2006 لما بدأ هناك حديث مجتمعي عن إدخال الطاقة النووية مرة أخرى، ثم اتخذ القرار الاستراتيجي سنة 2007 ببرنامج نووي طموح يبدأ بمنطقة الضبع، ولكن تحركنا في هذا الاتجاه، ولكن جاءت ثورة يناير في 25 يناير 2011، وبالتالي بعد ثورة يناير توقف المشروع إلى أن أحياه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولذلك أنا بقول دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الباعث الحقيقي لهذا البرنامج مرة أخرى، لأن تم فعلا في سنة 2014 البدء الحقيقي لهذا المشروع، وخطونا خطوات كبيرة في 2014، ثم في 2015 لما تم توقيع الاتفاقيات الإطارية مع دولة روسيا الاتحادية، ثم بعد ذلك في 2017 مع توقيع العقود والانطلاق الفعلي للمشروع النووي المصري. ويمكن ده السبب ان احنا اتخذنا من يوم 19 نوفمبر، وده كانت يعني التوقيت والتاريخ الذي وقعت فيه الاتفاقيه الاطاريه للتعاون بين جمهوريه مصر العربيه ودوله روسيا الاتحاديه، واللي فتح الباب لانشاء المشروع النووي كان في 2015. تم اتخاذ هذا التوقيت 19 نوفمبر ليكون عيدا للطاقه النوويه في مصر، ونحتفل به في مصر. بس حضرتك مش بتعديه كده والسلام، يعني كل عيد طاقه لازم يبقى عندنا حاجه جديده. اكيد طبعا احنا دايما حريصين على ان يوم 19 نوفمبر مع عيد الطاقه النوويه يكون هناك حدث ثاني، يا اما ان احنا هنشوفه بقى في 19 ان شاء الله. احنا بنامل في هذا العام ان في 19 نوفمبر من عام 2024 تركيب مصيده قلب المفاعل للوحده النوويه الرابعه ان شاء الله.
ان شاء الله ده حدث عظيم يعني. طب مين هيحضر في هذا الحدث؟ احنا الحقيقه طبعا احنا في جميع الفعاليات اللي احنا بننظمها بيتم دعوه لمعالي الوزير دكتور محمد شاكر، بيتم الدعوه للافيفنا ساده الوزراء وكبار رجال الدوله. بنامل دايما ان احنا يشرفنا فخامه رئيس الجمهوريه، اتمنى طبعا ان يشرفنا دوله رئيس مجلس الوزراء، ولكن احنا بندرك طبعا ان البرنامج الزمني والمشغوليات الخاصه بسيرتهم، فبقى حريصين دايما على حضور كبار رجال الدوله لهذه الاحداث والفعاليات. يعني فخامه الرئيس مهتم جدا بمشروع الضبع النووي، واكيد بيوصلوا تقارير عن سريان هذا المفاعل او هذه المحطه كل قد ايه؟ احنا بنرفع تقارير ربع سنويه، يعني هذه التقارير بترفع بصفه دوريه ربع سنويه، وتقدم في المشروع النووي ما تم من فعاليات، ما تم من احداث، حتى التحديات بنرفعها. والحقيقه دايما هناك عنايه فائقه من القياده السياسيه في مصر ومن الحكومه المصريه، وبتولي كل العنايه لتسديد كل العقبات وجميع التحديات في دعم مستمر يا فندم. في دعم مستمر وتسديد دائم لاي عقبات او تحديات، لان مشروع بهذا الضخامه دائما تقابله التحديات، يعني ده امر طبيعي. تقرير ربع سنوي طبعا يعني ده معناه ان العمل بسرعه شديده. احنا بنتكلم على تقرير ربع سنوي للقياده السياسيه، وهناك دائما لقاءات دوريه وبصفه يعني اسبوعيه مع معالي الوزير دكتور محمد شاكر، هناك ايضا اجتماعات ومتابعه دوريه مع دوله رئيس مجلس الوزراء، يعني هناك دائما متابعات دوريه تتم مع معالي دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، دوله رئيس مجلس الوزراء، بالاضافه الى التقرير ربع سنويه ترفع الى القياده السياسيه. دكتور امجد اسمحيلي نطلع بفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. اكيد فاصل ونعود. القدرة الحقيقية لأي أمة هي العلم والمعرفة والوعي. أمل كبير أوي عايزين نحققه لينا ولشبابنا ولأحفادنا إن شاء الله. نفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا، ويجي اليوم علينا كلنا المصريين نحتفل بافتتاح هذا المشروع. وأنا متفائل جدا بالمصريين وباللي بيتم عظيمه لسه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اهلا بكم من جديد، اسمحوا لي مره اخرى ارحب بدكتور امجد الوكيل رئيس هيئه المحطات النوويه لتوليد الكهرباء. اهلا بحضرتك مره ثانيه. دكتور امجد، احنا دايما عندنا تخوف الحقيقه زي ما قلت حضرتك قبل الفاصل من التسرب الاشعاعي، من عدم وجود امان، لكن احنا موجودين الحقيقه في منطقه متكامله، يعني منطقه الضبع مش بس مفاعل نووي، لا في منطقه سكنيه، احنا عندنا كمان ساحل جنبنا، فايه حدود الامان اللي موجوده في هذا المفاعل؟ يعني انا عاوز اقول ان احنا الحقيقه التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها في مفاعلات النووية بالضبع هي أعلى تكنولوجيا من الجيل الثالث المتطور أو المتقدم، وده الجيل الأعلى في التصدير في العالم، يعني ده أعلى تكنولوجيا يمكن تصديرها، بتتميز بكل معاملات الأمان. يمكن احنا بنتكلم على أن يمكن المفاعل النووي أو المحطة النووية بالضبع ومفاعلاتها تتحمل صدام طائرة ثقيلة يصل وزنها إلى 400 طن، بتسير بسرعة 150 متر على الثانية، بتتحمل تسونامي حتى 14 متر، بتتحمل
يعني عجلة زلزالية حتى 3/10 من عجلة الجاذبية الأرضية، بتتحمل موجات انفجارية، بتتحمل أعاصير، أيضا مصممة ومزودة بكل وسائل الأمان، بتعتمد على وسائل الأمان التكرارية، بتعتمد على وسائل الأمان السلبية التي لا تعتمد على وجود طاقة كهربية، بتعتمد على الظواهر الطبيعية زي سريان المياه وزي الجاذبية الأرضية. فهي الحقيقة بتتميز بكل وسائل الأمان التي يمكن تخيلها، أيضا فيها مصيدة قلب المفاعل، ويمكن أنا كنت بتكلم إن إحنا بنأمل إن شاء الله في تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثالثة والوحدة الرابعة هذا العام. يعني يمكن مصيدة يعني قلب المفاعل هي دي المصيدة دي بتبتلع المفاعل حالة حدوث حادث جسيم، اللي إحنا بنتكلم على إن احتمالية حدوثه في المفاعلات من الجيل الثالث المطور لا تزيد عن 1/10 مليون مفاعل سنة. يعني لو في 10 مليون مفاعل شغالين لمدة عام، واحد فقط ممكن يحدث فيه هذا الحادث الجسيم. وبالتالي هي يعني احنا بنتكلم انه امر مستبعد تماما واحتماليته ضئيله جدا، ومع هذا بيصمم المفاعل الخاص بالتكنولوجيا الروسيه بوجود مصيده قلب المفاعل لابتلاع المفاعل والحفاظ على البيئه المحيطه. فاحنا بنتكلم على مفاعلات هي الاكثر امنا وامانا في العالم في الوقت الحالي. ايه مميزات ارض الضبعه؟ يعني دايما كنا نسمع بلاش الضبعه، لا نرجع للضبعه، يعني ايه المميزات بقى اللي احنا وجدناها في الضبعه عشان نعمل عليها المحطه؟ يمكن احنا عشان نختار الموقع انشاء المحطه النوويه بيتم دراسه العديد واجراء العديد من الدراسات. يمكن بندرس تحت الارض هل في مياه جوفيه، هل في فوالق، بندرس هل هناك زلازل، هل هناك براكين، مدى قرب الارض من مياه لامكانيه عمليه تبريد، يعني وجود على مسطح مائي. ايضا بندرس التضاريس الخاصه بالتربه، يعني بندرس فوق الارض، بندرس الانشطه السكانيه والانشطه الصناعيه المحيطه. يمكن احنا درسنا اكثر من 18 موقع، ووجدنا ان موقع المحطه النوويه بالضبعه كان هو الافضل لانشاء المحطه النوويه. فالحقيقه عشان اقدر اختار موقع واقول انه مناسب لانشاء المحطه النوويه، ده بيتطلب الكثير من الدراسات الجيولوجيه والدراسات الطبوغرافيه ودراسات كثيره جدا جدا للتاكد من صلاحيه الموقع فعلا للاستخدام وانشاء محطه نوويه. الى اي مدى المكان مؤمن ضد التغيرات المناخيه؟ يعني طبعا العالم كله بيعاني الان من التغيرات المناخيه، ولكن تم الاخذ التغيرات المناخيه وارتفاعات درجه الحراره المتوقعه خلال ال 80 سنه وال 100 سنه القادمه في تصميم المفاعل. يعني ارتفاع درجه حراره البحار وارتفاع درجه حراره مياه المحيطات تم الاخذ في الاعتبار، ومدى تاثيرها على الطاقه المولده والكهربيه المولده من محطه الضبعه النوويه. فالحقيقه احنا تم مراعاه جميع التغيرات المناخيه التي يمكن توقعها، وتم مراعاه هذا في عمليه التصميم. كان انا بتكلم على تسونامي 14 متر، بتكلم على عجله زلزاليه 3/10 من عجله الجاذبيه الارضيه، يعني بنتكلم على حوالي 9 ريختر، بتكلم على موجات انفجاريه بتصل ل 30 كيلو باسكال ثانيه. فاحنا بنتكلم هنا على الحقيقه معاملات وظواهر تم دراستها وتم الاخذ بيها في عمليه التصميم، بحيث ان احنا نضمن ان المفاعل يؤدي الغرض الخاص به بتوليد الكهرباء ودون تاثر مع ارتفاع درجات الحراره ومع ظواهر الظواهر كلها المختلفه من اعاصير من زلازل. يعني كل هذا اخذ في الاعتبار اثناء عمليه التصميم. هل التواجد بجانب البحر هل له علاقه بالتبريد؟ هل المكان يعني كان مقصود ان هو يتواجد على منطقه طبعا السفن؟ طبعا دايما المحطات النوويه بتتواجد على مسطحات مائيه لعمليه التبريد، فكان التواجد على البحر لتوفير المياه الخاصه بالتبريد للمفاعل. طب التخلص من النفايات يا فندم يتم ازاي؟ والله احنا دايما الموضوع ده من الموضوعات اللي يمكن دايما بنسال عنها، والحقيقه موضوع هام جدا وانا بشكر حضرتك عليه. احنا دايما بنتكلم على دايما كلمه نفايه بتوحي بانه شيء يجب التخلص منه. لما بنيجي نتكلم على الوقود المستنفد او المقود المحترق، ده هذا الوقود ليس النفايه يجب التخلص منه، وانما بيتم حفظه لمده 60 سنه يمكن مدها ل 80 سنه، انه بيحتوي على مواد ثمينه جدا، يعني يمكن استخدام اليورانيوم مره اخرى وعمليه تدويره. وبالتالي احنا بنعتبر ان هو مش نفايه يجب التخلص منها، وانما يجب حفظه. وعندنا في وسائل لحفظ هذا الوقود المستنفد، عندنا في كاسك او اوعيه، هذه الاوعيه مصممه من ومصنعه من الخرسانه ومن الحديد، ويمكن احتفاظ بالوقود المستنفد لمدة 60 سنة، يمكن مدها أيضا ل 80 سنة. هيكون حصل تقدم تكنولوجي كبير جدا جدا في ذلك التوقيت، بحيث أن احنا يمكن الاستفادة من الوقود المستنفد وإعادة تدوير اليورانيوم، أو يمكن اللجوء إلى الحلول القائمة حاليا، يعني يمكن دفنه على في مدافن على أعماق كبيرة وصحيقة، ودي التكنولوجيات المتاحة حاليا. فهي لم يتسبب الوقود النووي المستنفد أبدا في أي مشاكل لأي دولة من دول العالم التي تعتمد على الوقود النووي. يعني
يعني دي تم دراستها جنبا الى جنب مع بناء المفاعل. طبعا اكيد، وهناك استراتيجيه للتعامل مع الوقود المستنفد. هذه الاستراتيجيه اعتمدت من المجلس الاعلى للاستخدامات السلميه برئاسه فخامه السيد الرئيس في عام 2017، وهذه الاستراتيجيه حريصه على الا تحمل الاجيال القادمه اي مشاكل وعلى ان تحافظ على البيئه حفاظا كاملا. كم ايد عامله مصريه بتشتغل داخل المحطة يعني وفي المستقبل كمان؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان في الوقت الحالي في عدد عمالة يصل الى 16,000، نصفهم على الاقل من المصريين. يعني بنتكلم على نصفهم على الاقل من المصريين. في المستقبل ان شاء الله كل واحدة بتطلب في حدود 1000 عامل او 1000 من الايدي العاملة، وبالتالي احنا بنتكلم على حوالي 4,000، ولكن كل فرد وكل يعني فرصة عمل مباشرة بيقابلها حتى 10 فرص عمل غير مباشرة. فبالتالي أثناء مرحلة الإنشاء وأثناء مرحلة التركيب اللي استمر لمدة 10 سنوات بنتكلم على حدود 40,000، يعني بنتكلم دائما من 5 إلى 9 إلى 10 أضعاف، فإحنا بنتكلم على في حدود إلى يسقى رقم يصل إلى 40,000 من الأيدي العاملة المصرية سوف تشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إنشاء المحطة النووية. دول بقى بيتم تدريبهم ازاي وتأهيل الكوادر دي والاستعداد ان يكونوا هم المؤهلين في المستقبل؟ احنا دايما بنتكلم على ان المشروع النووي ده مشروع قومي، وبالتالي المشغل هو الانسان المصري، المصين هو الانسان المصري، المطور الصيانة كمان ان شاء الله هو الانسان المصري. فدائما احنا نتحدث عن انه مشروع قومي. يتم اعداد الكوادر على اعلى مستوى. بيبدا اعداد الكوادر من اختيار الكادر نفسه. يعني انا قبل كده اتكلمت على ان اختيار المهندس للعمل بالمشروع النووي بيمر بمجموعه من المراحل، بدءا من استيفاء الشروط شرد الوظيفة، ثم اختبار فني تخصصي. إذا اجتاز هذا الاختبار الفني التخصصي يبقى فيه اختبار حاسب آلي. ده من خلال مدرسة الضبع يا فندم؟ اختبار لغة إنجليزية، ثم اختبار المواجهة، ثم تحقق أمني، كشف طبي، يعني مجموعة، ثم دورة لمدة 6 أشهر تحت الاختبار. احنا دايما بنسعى إن نتأكد بأن الكادر يتم اختياره بطريقة عادلة وبطريقة سليمة، وعشان الكادر ده اللي هيعتمد عليه في التشغيل. يمكن كلنا شفنا في محطة زابوريجيا في أوكرانيا المشغل بيشتغل في ظروف صعبة، في ظل حرب روسية أوكرانية، في ظل ظروف صعبة جدا وبدون أخطاء. احنا بنسعى إلى الاختيار الكادر بشكل سليم والتأكد من سماته الشخصية، عنده قدرة عالية على الثبات الانفعالي، عنده قدرة عالية على العمل تحت ضغط، مقاومة الانحراف، التعبير عن الذات، عنده قدرات خاصة، دي كلها بنبحث عنها. والسرية كمان، سرية المعلومات. يعني أنا شايفة أن في مجموعة فعلا احنا سجلنا معاهم بيحافظوا على سرية المعلومات، وده على فكرة مهم جدا داخل محطة بغاية الأهمية دي. أكيد طبعا احنا عندنا في توازن شديد ما بين سرية المعلومات والشفافية والإفصاح عن المعلومات التي يجب أن يعرفها المجتمع الدولي والمجتمع المحلي. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه تستاهلي ياللي وقفت جنب كل خير. عشانك انت اتحدى اي مستحيل، يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل. نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها، ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا، يخلص لها عيون علينا كل ده، هي الأمانة لأرضها مطمنين.
هدف أساسي أيضاً لمحطة الضبعة النووية هو توطين التكنولوجيا. أنا دائماً بقول المشروع النووي مش مشروع فقط لإنتاج الكهرباء، وإنما هو قاطرة بتطور الصناعة، بتعمل على الارتقاء بالصناعات القائمة. اختيار الكوادر داخل مدرسة الضبعة يا فندم، أنا شايفة أن في حرص كبير قوي، مش أي حد يدخل المدرسة. وقعنا هذا البروتوكول ما بين الهيئات النووية الأربع وما بين وزارة التربية والتعليم للارتقاء بخريج هذه المدرسة. هل في تدريبات متواصلة بتتم للخريجين؟ في مواد مخصصة بتتكلم عن الطاقة النووية، عن الانشطار، الذرة تكوينها إيه؟ دورك إيه في هذا المكان، وشايف انت ممكن تعمل ايه في المستقبل؟ خليني ان انا كنت تحت مسؤوليه ان انا اقدر اتصرف في اي وقت في اي زمن معين. الحقيقه مشروع الضبعه النووي هو فخر كبير قوي لكل مصري. الثقه في الدوله المصريه، الثقه في قدرتها على انشاء مشروع نووي.